ما عارفين، شافوه شافوه تما، قالوا لي هاد المشكل خايب. عاد انا وليت كنعرف، قالوا لي المشكل ولدك راه ما بقاش، راه ضاع ليه هكا. ملي خرجوك انت والدري شنو هو القرار الاخير اللي قالوا لك؟ حيد ليه، انا نوريك التصاور محيد ليه، ما كاينش مقور. مش باش تقربي معايا الصوره، يعني المشكل اللي بقى على الاقل تيقلبوا على واحد الفتحه اللي يقدر يتبول منها الولد. هذا اللي بغيتي تقوليها، اما مساله القضيب ما كاينش. ما كاينش القضيب، ولكن غير مني تبول بعدا خصو، راه خصو يبول. انا ما بغيتش، راه راه مشكله هذيك عويصه. هما ما تيقولوا والو، فين هما الاوراق اللي عطاوني؟ هما الحاله قدامهم، الحاله حيه، الولد ما عندوش القضيب، وتيقول لك بغاو رابور. وصلنا للرشيديه، هزينا الولد داه با باش يدير ليه الخبره، ناد واحد الطبيبه شرعيه، طبيبه شرعيه قالت لك ما ديرش الخبره حيت واحد فلان فلان هو الرئيس ديالها في العمل. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم معنا مره اخرى. تلقي اتصال من عند الاخت سميره. سميره حوالي 40 سنه، تكبدت عنا السفر من ورزازات طل الدار البيضاء من أجل أن توصل الصوت ديالها للرأي العام بشكل عام وبشكل خاص المسؤولين وفي هذه الكارثة اللي هي فيها الدارجة المغربية. مشاهدينا الكرام، سميرة تزوجات أعطاها الله ابن، يلا عنده حوالي سنة، ولكن الابن خطأ طبي كيتقاص في واحد المكان حساس جدا اللي هو العضو الذكري. هي تتكلم وكتقول لك ولدي عام مشات ليه الرجوله ديالو، اشكاليات كبرى في هذا الملف. سميره جات عندنا من الدار البيضاء، الهدف ديالها ان توصل الصوت ديالها. شوفوا معي القصه. سميره قلتي لي جيت للدار البيضاء عندكم بالبيجامه من ورزازات، ما تيهمك والو ولدك، قولي لي من الاول كيفاش. نعاود لك استاذ، احنا ولدي عنده فتق، يعني ضرنا به، مشينا في ورزات قالوا لنا عنده فتق عادي، صيفطونا الناس لهاد القافله الطبيه، قالوا لنا كاينه واحد القافله جايين شي طباء من الرشيديه جايين لسبيطار الدراق في زاكوره نهار 13/3/2021. الطباء قال لك زينين، عندهم الكفاءه الخبره، ما خلاو ما قالوا لنا حتى تغمضوا لنا العينين. صافي شدينا الطريق مشينا لزاكوره، دخلنا لزاكوره عطيناهم الوليد، خرجوه ليا في واحد الحاله كارثيه. الوقت اللي مشيتي من ورزازات لزاكوره باش تدخلي في هذه القافله استافدي منها، شنو هو الوضع الصحي اللي كان عندك الابن؟ واش مشكل ديال الختانه بغيتي تختني ليه، ولا عنده شي مشكل اخر بغيتي انت ديري العمليه ما دامت هذه القافله كاينه؟ عنده فتق، فتق وقلنا نختنوا للدري، يعني عام قلنا نختنوا ليه بحال وليدات، يعني فتق عادي جدا. من يديناه طرنا هذا الشيء اللي طرنا، هذه الكارثه وهذه الفاجعه وهذا الشيء اللي طرى. صافي عطيناه، خرج عندنا بعدا درنا التحليل ديال الوليد ديال الدم وداكشي، كلشي عنده مزيان، يعني ما عندوش شي مشكل، عنده الفتق عادي، يعني الفتق عادي جدا، قالوا لنا راه حاجه بسيطه. صافي عطيناهم الوليد عطلوا فيه، يعني اللي دخل تيخرج، وولدي انا معطلين فيه، اللي خرج تيقول لي ولدك يحيى راه لاباس، اشنو طاري الله اعلم، يعني تعطلوا. مني خرجوه ليا، اش نقول لك، كلشي الولد وجهه ابيض، حالته حاله، عطاوه ليا قالوا لي سيري طلعي ليه قويلبه اعطيه الحليب. صافي مشيت لديك البلاصه لواحد بداك السبيطار بعدا، من بعد عرفتي كي داير، حالته ما فيه ما يتشاف. صافي دخلنا لذاك البيت، طلعت ليه قويلبه عطيته الحليب، جا عندي الطبيب داير لي واحد الفصمه بعدا داك الشيء ديالو هكا، اش نقول لك، يلا بين هذاك الشيء كاع كحل وهكا كله مقور. طليت قلت واقيلا انا هما كيعرفوا حسن منا الله اعلم، انا ما نقدرش نقول. صافي عطاو لي، عطاونا الوليد قال لك صافي سيروا فحالكم. هما ملي خداو عندك الولد على اساس العمليه ديال الفتق ولا غادي يدخلوا بجوج؟ على الورقه اللي عندي قال لك غيديروهم بجوج، الختانه والفتق. انا وفتق هاي عندي، في عندي الوراق تثبت ان كاين الورقه عندي ديال زاكوره دخول السبيطار فيها الفتق وفيها الطهاره. ملي داروا العمليه ولا عطاوكم الولد شنو وقع من بعد؟ عطاونا الدري قال لك عطيه، ديري لي طلعي لي قويلبه وعطيه الحليب، ما قالوش ان المشكل راه كاين. صافي قال لك سيروا فحالكم، مني غاديين في الطريق عيطوا لينا قال لك جيبوا ميبو ورجعوا عندنا، جبنا ميبو وعاودنا رجعنا عندهم.
دخلوه لواحد لاصال واحد جوج جوج من دوك من داك الطاقم الطبي، دخلوه لواحد لاصال سدوا عليهم الباب. اش كيديروا الله اعلم. اش كي هادشي اللي طلبوا منكم تجيبوا شنو دواء هو هذا ميبو ديال الحروقات، هذا ميبو واحد البوماضات ديال الحريق شريناها قال لنا جيبوها لنا باش نديروا باش نعالجوا. حنا ما عرفناش شنو كاين، حنا من الطب اللي كيقول لنا غير شنو كاين ما قالوا لنا والو. صافي قبطوا له اليد دخلوه لواحد 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 البلاصه سدوا عليهم الباب وجلسوا تيديروا للدري. حنا الدري كنسمعوا صوتو تنقول لك راه منين ولين. صافي عاودوا عطاوني الدري عاودنا خرجنا من السبيطار شويه عاد ثاني عاودوا صوناو علينا. كلشي مسجل عندي في التليفون، كلشي موجود. صونا علينا عاد ثاني قال لك عاودوا ردوا الدري باش نديروا ليه السونداج حيت الدري ما كيخرج بيبي. هنا فاش بايقول لينا سيروا خصكم تمشيو للسويسي السبيطار. وبعد قضيه اخرى من رجعنا عندهم صافي رجعنا قال لك هذا راه مشكل بسيط ماشي شي حاجه غاف، راه غير بتيت بونسمو صدقت فيها عام هذا وانا كنتكرفس. هادشي وقع دابا عام استاذ، راه الوليد كان عنده عام وعام هذا وحنا في التكرفيس وما كاين اللي حاس بينا ما كاين والو. من بعد شنو درتي انت؟ اشنو درنا بعدا ملي عطاونا قال لك صافي سيروا السويسي. ملي خارجين من الباب تلقينا العنف حدا سبيطار الدراق، العساسه اللي حدا الباب كانوا ديك الورقه اللي تثبت باننا حنا كنا في ديك القافله الطبيه كانوا بغا يحيدوها لينا. كل ما راجلي وخويا اللي دخلوا يعني وعتقوا الموقف وخرجنا الورقه كنا غادي نتمحاو ديك القافله باننا حنا راه ما كناش. قول هما فراسهم يعني دخل وحنا ما فراسنا غادي بنيتنا لهذ القافله الطبيه. صافي قبطنا الورقه. انا في ديك اللحظه ما تيبان لي خصني نعتق غير ولدي، ما نكذبش عليك. حنا مشينا على اساس ان الطبيب صافي راه قال لك سيروا حنا تنطيق. انا الثقه اللي خارجه عليا، انا الثقه في بنادم واحد الانسان اللي تقنا في ناس بزاف هما اللي خرج عليا استاذ. هذيك الثقه هي اللي خرجت علينا حنا، هذيك الثقه في شي ناس هي اللي خرجت على ولدي وضيعتني وضيعت ولدي وضيعت لي حياتي وضيعت لي بزاف ديال الحوايج. كملي معايا المرحله الاخرى. مشيتي ديتي للسبيطار؟ مشينا بعدا المسافه بين زاكوره والرباط راك عرفتوها يعني راه ما عرفنا باقي شنو طاري. وقال لينا ما تديوش شي بلاصه اخرى. قال ليه الراجل واش نمشيو غير لمراكش؟ قال ليه لا 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 مراكش ما فيش هذا الاختصاص هذا، السويسي في الرباط. حنا قبطنا الطريق وغاديين يلاه يلاه وصلنا وقالنا ديو الدري بلا فطور. وصلنا للسويسي نهار 15 شهر 3 2021. دخلت انا للسويسي انا على اساس ان بونسمون عادي هاد اللحظه انا ما عرفاش انا شنو. كتبش عليك استاذ ما قالوش لي شنو كاين، راه ما قالوش لي شنو كاين. صافي دخلوه يلاه دخلناه شافوه تما لي بروف دخلوه لواحد الشومبر قالوا لك خصهم يديروا ليه السونداج. بعدا باش يديروا ليه السونداج الدري ايرجون ما داروا ليه السونداج حتى لجوج النهار. والدري مسكين جالس مسكين بجوعو بعطشو انت راه وليد صغير وديك الساعه يلاه كان عندهم 60 عام. صافي جلسنا كنتسناو دخلوه خرجوه لينا داير ليه السونداج. هادشي نهار 15 يعني 15 انا دخلت للسويسي. نهار 16 في الصباح لا واخا ملي دخلتي للسويسي ما قلبوش الولد ما قدروش يشخصوا يبينوا لك واش كاين خطا ولا لا؟ شنو اللي وقع؟ شافوه البروف تما راه هما عارفين شافوه تما قالوا لي هذا المشكل خايب. عاد انا وليت كنعرف قالوا لي المشكل ولدك راه ما بقاش راه ضاع ليه هكا راه البروف تما وفي السيرفيس ديال هذاك في السبيطار ديال السويسي في القسم ديال الحروقات هما قالوا لي ولدك راه محتاج لطبيب نفساني. هزوا الوليد صافي. انا باقي جايك لحاجه اخرى السي يوسف، انا باقي جايك. لا انا غادي معاك نقطه نقطه. هنا كاين سؤال اخر. الوقيته اللي دزتي معاهم في هذه القافله شحال هي المده باش مشيتي للسبيطار ديال الرباط؟ وحنا دخلنا للقافله نهار السبت الحد قبط الطريق الاثنين 7 الصباح لقاتني حدا السويسي ما كاينش. انا كون قالوا لي الحد كون قالوا لي الحد سيري والله تنطير تنطير انا نطير ولكن هما ما خلاونيش واخا. من بعد ملي داروا لي هذا السونداج ولا هادشي اللي قلتي شنو اللي وقع؟ وقعت حوايج اخرين. انا نقول لك داروا لي السونداج نهار قول 15 الغد طلع قول في الليل في الليل 15 في الليل الوليد طلعت لي سخانه. هادشي نهار 15 يعني العام الاولى درت نهار 13 14 15 الوليد طلعت لي سخانه وكيرد لي الدم الدمايات كترد ليا الدم. مشيت كنجري بولدي ودمايات كلشي طال هكا مطليين ليا. نزلت مشيت لعندهم المستعجلات. دخلت المستعجلات جات واحد الطبيبه قالت لي طلعي للفوق ما تنزلش عندي. قلت لها الدري في السخانه قالت لي طلعي للفوق
معامله سيئه. طلعت سيدي الفوق، طلعنا الفوق صافي، جات خرجت لي الغونتيل، قالت لي عطيه لي، الوليد كايرد، قالت لي عطيه الغونتيل، جبنا ليه الدواء عطيناه للوليد. تقول داك الدري مسكين واش 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 نعس ولا ولا، ما حيلتو السونداج، ما حيلتو السخانه، ما حيلتو الردان، هادشي اللي كاين. طلعي الصباح، في الصباح مشيت عند الماجوره الله يجازيها بخير، مشيت عندها قلت لها مدام الله يجازيك بخير ولدي راه ما ناعسين ما والو، راه اللي طرا اللي طرا اللي طرا. قالت لي خصك تجري به المستعجلات ديال السويسي. نزلنا عند واحد البروف، بروف كبير، استقبلنا في المستعجلات ديال السويسي تما باش بتعاود دار لي العمليه الاخرى ديال اوكليزيون المصران عاد ثاني تلواليه. نعسنا في المستعجلات عاد ثاني واحد السيمانه، عاود ثاني طلعونا للفوق، طلعونا للفوق عاد ثاني قسنا فيه، نقول لك تقرب رمضان عاد خرجوني. ملي خرجوك انت والدري شنو هو القرار الاخير اللي قالوا لك؟ حيد ليه، انا نوريك التصاور، محيد ليه، ما كاينش مقور. انا كنشوف ولدي عطيني ولدي مقور، ما عندوش، قالوا لي ها يعني سيري حتى 19 5 وجيبيه واجي عطيه لي. ما شنو درتي انت مورا؟ شنو درتي؟ درتي اش درت؟ درتي دعوه قانونيه، درتي مشيتي للقضاء؟ درت بوجه ديال الناس. انا نقول لك ديك اللحظه قلت راه غيكونوا رجال وغيوقفوا معايا، المشكل طرا قضاء الله طرا، يعني بنادم يوقف معاك الوقفه ديال الرجال، حنا اللي عيالا صدقنا رجال عليهم هما. انا قلت راه غيكونوا رجال وغادي يعاونونا وغادي يساعدونا باش نصلحوا المواقف اللي طرات، ولكن لا، تعاملوا معنا بشكل خايب، طنصوني عليهم وتيقطعوا عليا التليفون. قضيه اخرى طرات عاد ثاني في شهر 5، عطاوني رونديفو في شهر 5 وعاود ثاني مشيت، عاد ثاني ديت ولدي ومشيت. واخا هاد لي رونديفو اللي تيعطيوك هاد المواعيد شنو هو الهدف فيهم؟ مادام هما عطاوك، الا سمحتي لي نوضع معاك السؤال، مادام هما عطاو قرار نهائي قال لك ان الولد فقد، لاش غادي يعاود يعيطوا لك؟ لاش دابا هي كانت الحرقه كانت مقوره، يعني هذاك السيد اللي كان يعني البروف اللي كان في الفوق يعني داوى الحروق، يعني تسدات البلاصه هذا ياك، يعني تما ما عرفتش انا داخلين خارجين البلوك اش كيديروا الله يعلم. راه مصيفط لي واحد المبلغ مليون و30 الف ريال، ومني طالبه انا بالرابور ديالي ما عطاوش ليا، ما عطاوني حتى ورقه ديال اش الفلوس. وانا عارفه انا مقاسه تما شهر ما فهمت والو. شكون اللي صيفط لك مليون و30 الف ريال؟ السبيطار ديال السويسي. صيفطوها لك فاش؟ شنو الطريقه؟ رساله، ها هي كاينه عندي رسالة، قال لك اسيدي دفعي مليون، دفعي مليون، ولا ما دفعتيهاش غادي ديري تدخلي للمحكمة ولا داكشي. عيطت لهم قلت لهم الله يجازيكم بخير غير عيطوا ليا ندخل المحكمة، باقي شي محكمة أكثر من هذه اللي كنعيشها. راه تمرتنا بزاف وما كاينش اللي حاس بك أستاذ، راه ما كاينش اللي حاس بك. أنا نسولك نفس السؤال، علاش ما جيتيش أنت للقانون ديري شكاية في الموضوع؟ حنا درنا بوجه شي ناس، حشمنا بشي ناس وقلنا راه السيد دابا طرا المشكل، حيت في الاول كان تا يهضر شويه، داك شهر 3 فاش وقع المشكل راه كان تا يهضر شويه، راه حتى شهر 5 عاد السيد هز يديه ما بقيش كيهضر معايا، ولا تنهضر معاه ملي ولدي مشي ديتو للكونترول وراجعه، حيت عاود طرات ليه تما حوايج اخرين. انا في شهر 5 دابا حنا فاش خرجنا من السويسي عطاوني رونديفو، قالوا لي رجعي نهار 19 في شهر 5. انا جيت دوزنا رمضان، واخا شي رمضان ما دوزناه بالتكرفيس والبكا وداكشي كله، راه بلا ما نقول راه المعاناه راه كاينه بزاف وبزاف بزاف. عرفتي السيوس، واخا نوصف ليك داكشي فاش تزست راه ما عرفتش. هذيك من مورا شهر 5 ما داروا لي عمليه اخرى لا والو، باش نقرب معاك الصوره. باقي داروا لي والو، داروا ليه. انا نقول لك في شهر 5 عطاوه رونديفو، مشيت على اساس ما عرفتش، مشينا نهار 19 5 دخلنا عندهم، قالوا لي بعدا خلصي، اول حاجه قالوا لي خلصي، مشيت خلصنا، جاو قالوا لي البروف شافو قال لي الحمد لله الحمد لله، اش اودي الحمد لله، اش اودي الحمد لله. جاش طلع عليه ويقول لي خصكي واحد توسعه باش الدري يلقى من يتنفس، بيد ما نشوفو اشنو اللي غادي نديرو معاه اشنو. يعني دابا باش تقربي معايا الصوره، يعني المشكل اللي بقى على الاقل تيقلبوا على واحد الفتحه اللي يقدر يتبول من دال الولد، هذا اللي بغيتي تقوليها. اما مساله القاضي ما كاينش، كاينش القضيب، ولكن غير منين تبول بعدا خصو، راه خصو يبول، انا ما بالش راه مشكله هذيك عويصه، راه خص الدري يبول. من بعد هذه المده اللي دوزتي انت تقدروا لهاد المكان منين تبول ولا لا؟ تقيبه صغيره هي فاش تينقت مسيكين من موراها. مع نعاود نفس السؤال من غير هاد التدخلات اللي تكلمتي، ما جئتيش انت
تنصفي داك الوليد في الاطار القانوني. نقول لك استاذ انا ما لجئتش ندير ولدي حتى وصلت لواحد المرحله انني جايه، مشيت قلت لك راني جايه مني كنت في الرباط، يعني دخلت ولدي على ود باش يديروا لي التوسعه، خرجوه ليا بواحد الصاك ديال البوله، هذا كوليد صغير عنده عام مخرجينه ليا ماشي بالتوسعه، داروا ليه واحد التيو كبير غليظ وخرجوه ليا، قالوا ليا صافي خرجي في حالك من السويسي، قالوا ليا من هنا 3 شهور عاد ترجعي عندنا وكل 10 ايام رجعي عندي السويسي باش نبدلوا ليه التيو. يعني هذا هو الاخر، هذا الشيء اللي قالوا ليا، قال لك حتى يبرد الدري. انا مني راجعه من الرباط، راجعي من الرباط الحاله ديال الولد اش غنقول لك سخانه، وداك الساك تيفيد بالدم، الدم طراف نض، عيطت لهذاك داك الطبيب، عيطت ليه ما جاوبنيش ديك اللحظه، ما جاوبنيش ناض، قال شي وحده قولي ليها ما كاينش، عيطت للناس اخرين قالوا لي عادي. هاد الوراق كامل اللي عندك وهاد المراحل كلها وهاد العاد ماشي عندي، واخا هاد العذاب كله اللي داز عليك شنو هو القرار اللي كيبناو عليه هما في الاطار ديالهم الطبي؟ فين كاين هذا المشكل؟ واش نقدوا على السؤال باش الراي العام يستوعبها، واش كاين شي اعتراف تلقائي بان هناك خطا طبي ام اهمال؟ ماشي خطا، كاين الفرق، هما تيقولوا اهمال، انا اللي نقول لهم اهمال ماشي قول لهم واش كيقولوا في الاوراق، هما ما تيقولوا والو، فين هما الاوراق اللي عطاوني؟ هما الحاله قدامهم، الحاله حيه، الولد ما عندوش القاضي، و تيقول لك بغاو رابور، اش من رابور الا كان الدري موجود والدري واقف قدامهم؟ والله العظيم الا انا مجبر نعاود معاك السؤال الرابع المره، علاش ما مشيتيش للوكيل الملك ودرتي شكايه؟ سؤال جينا حنا نقول لك انا ولدي ما سكتش عليه، ما خليت به حتى شي قنت، مني راجعين قلت لك الحاله ديال ولدي تزمات ليه في مراكش، ديتو في مصحه النرجس شافوه لي بروف تما، حيدوا لي ديك لا سوند فيزيك، مصحه ما خليت مصحه نرجس في نهار واحد، ما خليت مصحتي بنو رشد، ما خليت فين مشيت، ما خلينا فين مشيو، علاش؟ باش ديك لاصون تحيد ليه، ملي حيدوا لي لاصون ما نكذبش يعني الدري تنفس شويه، يعني ديك لاصون تنفس شويه، رجعنا للورزازات هنا داك الطبيب بداو تيتهربوا، انا فاش حيد ديك لاصون، علاش تحيدي ديك لاصون فيزيكال، علاش تحيديها؟ فايده بالدم، راه فايده بالدم، علاش نحيدها؟ قال لك عيطوا ليا في التليفون، ما نكذبش عليك ديك اللحظه كنت صافي طالعه ليا عيشه قنديشه، ما نكذب عليك، قلت لي واش انت كاع لي راجل، واش غتقد ديروا هاد لا سوند فيزيكال 13 شهور وكل 10 ايام حنا في ورزازات ونطلعوا للرباط باش يديروا لنا لا سوند فيزيكال؟ انت ما درتيش شي كيف؟ ما درناها حتى لشهر 11. واخيرا جاوبتيني، يلا قولي لي القانون اش قال فيك؟ ما درناها حتى لشهر 11. يلا وقولي لي القانون اش دار فيك؟ والو، انا راه كنقول لك هادشي الا سمحتي لي. عرفت استاذ، خليني نكمل السؤال. مرحبا. الرأي العام كيتبع معنا، خصو يستوعب المراحل. مرحبا استاذ، مرحبا ياك. انا كنمشي معاك، انا عارف كنتي كتحكي لي معاناة، شتي هادشي اللي قلتي لي، انا كنقول لك بانه قلتي لي غير شويه في المعاناة ديالك، ولكن ما يهمنا ونعرفوا الشق القانوني في هادشي، واش درتي شكايه، واش خفت وصيفطوا خبراء، واش ثبت بانه كان خطأ طبي ولا لا، اشنو النتيجه اللي وصلنا لها الان؟ حنا بعدا اصلا درنا المشكل دار في زاكوره، وزاكوره فين محسوبه؟ محسوبه على ورزازات. هما لا قالوا لنا هادي خصكم تمشيو للراشيديه البلاصه فين كاين هو. درنا الشكايه من شهر 11، ما تحركات حتى لشهر واحد. عاد بداو تيتحركوا، ملي بدينا عاد تنسولوا داك الشيء، لا خصكم ورقه هادي، لا خصكم ورقه هادي. ناض الراجل كاع دا الوراق، وعيطوا لنا في الراشيديه البوليس ديال الراشيديه، تا هما انا هذوك البوليس انا بيتهير شي حد يفهمني واش هذا القانون اللي ولينا فيه. بوليس ديال الرشيديه كتعطيهم الورقه ديال زاكوره قال لك ما دايزاش، كتعطيهم الورقه ديال السويسي قال لك ما دايزاش، كتعطيهم هاتي يقول لك ما دايزاش، اشنو اللي دايز؟ دايز يهزوا الدراري ويقردوا لهم ويقول لك هاكو سيري جرو بهم انتم ديروا، راه ما يمكنش. وداك الملف من بعد هاد المراحل كلها وهادشي اللي قلتي لي مشى عند وكيل الملك، اشنو دار؟ حنا عيطوا لينا واحد النهارات، عيطوا للراجل قالوا ليه اجي باش نديروا الخبره. جا هز راجلي، جينا انا وياه وهو، طلعنا للرشيديه، يعني مورزازات انت استاذ، من ورزازات للرشيديه، ما عرفونا فين كاينين، ما عرفوا المشاكل اللي كاينين فيهم، ما عرفوا حتى حاجه. وصلنا للرشيديه، هزينا الولد داه با باش يدير ليه الخبره، ناد واحد الطبيبه شرعيه، طبيبه شرعيه قالت لك ما ديرش الخبره حيت واحد فلان هو الرئيس ديالها في العمل. واش هذا قانون؟ هذا قانون بان واحد طبيبه شرعيه ترفض بانها دير الخبره للوليد. قالوا الناس تنعاودوا نعيطوا لكم شو وتيقولوا لنا وباش تيقهروني، تيقول لك وبيني وبينكم،
هادو البوليس ديال الرشيديه تيقول لك بيني وبينكم بيني وبينكم هادشي خليوه غنشوفوا لكم الرشيديه ولا الكناس ولا باش يدوا للدري الخبره والخبره راه باينه الخبره شكون اللي طلبها القضاء يعني وكيل جلسه الجلسه مازال ما دولا جلسات لا والو الكلمه اللي غنقول لك والله يفرج عليك يا ربي الناس فهمت القصه ديالك بزاف وانت كتالمي لنا هذاك ولدك الله يفرج عليك يا ربي مشاهدينا الكرام كما تبعتوا معنا قمة في المعاناة ما عندي ما نقول كل شيء قالته في لحظة من لحظات الابن كيفقد الذكر ديالو الأم كتعاني الزوج كيعاني النداء ديالنا أصحاب صنع القرار في هذا المجال سواء النيابة العامة وكذلك المديرية العامة الأمن الوطني تتبع هذا الملف مشاهدينا الكرام هالطفل شنو الذنب ديالو إذا ثبت عكس هذا الكلام فبطبيعة الحال احنا راه الإشارة للتعقيب المغروبي الرأي العام إذا كان هذا الكلام في المآل عفوا ديال هذا الملف إلى متى غتبقى هذه الأم بهالطريقة هذه وكذلك دور ديال وزير الصحة أنه يتدخل في هذا الملف بحث دقيق لتبيان الحقيقة أكثر هاد السيدة هادي 30 40 سنة عندها وليد واحد كتشوف فيه بزاف كيفاش غتعيش معاه وهي كتألم مشاهدينا الكرام كما قلت في السابق تكبدت عناء السفر من ورزازات للدار البيضاء باش توصل الرسالة ديال الرأي العام مشاهدينا الكرام تعليق المواطن شكرا لكم.